نجح عدد من طلبة قسم الهندسة الميكانيكية في كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين في تصميم نوعين من الألواح الشمسية المجهزة بنظام تتبع الشمس ليتم تركيبها على سطح أحد مباني الكلية بعد دراسة تفصيلية للموقع والتظليل ومسار الشمس وفي محاولة لتحسين كفاءة النظام والتأكد من جدوى العملية. بعد دراسات نظرية تفصيلية تبعها إجراء عدد من القياسات العملية الدقيقة وتوثيق سلسلة من البيانات اعتمدت على تحليل الموقع ومراقبة تحرك الشمس في مسارها المعتاد على مدار أشهر طوال، نجحت نخبة من طلبة كلية الهندسة بكلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين في تصميم نوعين من الألواح الشمسية المجهزة بنظام تتبع الشمس وتركيبها على سطح أحد مباني الكلية لمعرفة واختبار مدى فاعليتها بصورة علمية بحتة ليصار إلى تنفيذها واستغلالها بشكل مفيد في المستقبل القريب. بدأنا أنا وعدد من الطلبة البحرينيين بتجميع هذه الألواح الشمسية والتي تعتبر مقرراً دراسياً للفصل القادم بالنسبة لهم، وقد تم تزويد هذه الألواح بمنصة إلكترونية تعمل على نقل البيانات والمعلومات من أشعة الشمس. يعتبر هذا المشروع هاماً للغاية، حيث تستطيع 20 لوحة شمسية من هذه أن تمنح الطاقة الكهربائية لمبنى بأكمله. هذا المشروع يضاف إلى قافلة مشاريع الطاقة المتجددة التي تعتمدها بوليتكنيك البحرين في مناهجها الدراسية وتتبنى إتمامها وتواظب على تشجيع طلبتها للإبداع والابتكار فيها بطريقة تسهم في اتساع معرفتهم وخبرتهم بكيفية تركيب الشبكات الشمسية. طبعا الشمس تشرق من جهة الشرق إلى الغرب، فهل أثناء الحركة هذه ارتفاع الشمس يتغير، بناء على ذلك اللي صار إن احنا استخدمنا بمعية الطلاب، استخدمنا الدراسة هذه اللي سويناها على أساس نسوي المشروع هذا اللي هو عبارة عن لوحتين شمسيتين مختلفتين. طبعا في النوع الأول بولي كريستالين، الثاني مونو كريستالين، بالإضافة إلى سنسر حق قياس شدة الرياح، والشغلة الثانية سنسر على أساس قياس الطاقة من الشمس اللي نقدر نستخلصها. تجربة نتاج معرفي صاغه فكر شباب منتمن واعد وحريص كل الحرص على تنمية قطاع الطاقة في مملكته من جهة ودفع عجلة اقتصاده الوطني من جهة أخرى. وحدة تجريبية متجددة تعتمد بشكل كلي على آلية عمل نظام بيئي متكامل يلاحق خط مسير الشمس ويراقب حالتها للاستفادة من طاقتها عبر كفاءة ألواح متحركة لديها القدرة على التأقلم مع الظروف المناخية المحلية التي تشهدها فصول العام الأربعة. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.